بعد حديث مؤسسة النفط عن عسكرة المنشآت النفطية الوطنية واستخدام بعض السفن الحربية والعسكرية للموانئ النفطية، يأتي رد كصفعة مؤلمة من قبل أمن ميناء السدرة ومهندسيه أيضا، يؤكدون قطعا أن الوضع هنا يسير بشكل طبيعي تماما ولا صحة لما نشرته المؤسسة. تواجدنا بهذه الموانئ حماية الموانئ النفطية من أي اختراقات أمنية أو أي تفجيرات أو أي هجرة غير شرعية، وإن الإشاعات اللي تقول أن الجيش استولى على ميناء السدرة أو غيرها فهي في حالة عمل وإنتاج وبواخر داخلة وبواخر خارجة وعلى المخطف. المؤسسة قالت من طرابلس إنه تم الاستيلاء على مهبط الطائرات، أما الرد فجاء من آمر الجهاز ومن قلب الحدث. أما بخصوص يقول أن الجيش استولى على البواخر اللي تخص ميناء السدرة فيهي موجودة قدامكم في مكانها ما تغيرتش، وحتى الأخبار اللي عليها انتع حوالي كم شهر. هؤلاء المنتسبون استغربوا ما صدروا عن المؤسسة وكذلك عن أسباب هذا الحكم، مفندين تماما صحته. الرائد يوسف جمع يوسف الحسوني، منتسب إلى الحرس المنشآت النفطية المنطقة الوسطى والشرقية، والآن مكلف بأمر حرس المنشآت بميناء السدرة. أولا نقول بأن لا يوجد اختراقات أمنية ولا توجد أي انتهاكات بحق المستخدمين بشهود أعيانها موجودين نحن الآن في ميناء السدرة. تفنيد تصريحات المؤسسة لم يرد فقط على لسان الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة بالتأمين والحراسة، بل جاء كذلك على لسان المهندسين الذين يمثلون العصب الرئيس لتشغيل الميناء. نحن في ميناء السدرة كما تنظرون أمامكم نقوم بعملياتنا الإنتاجية على أكمل وجه من أجل صالح العام ومن أجل ليبيا. هذا هو ميناء السدرة، يومان بعد حديث صنع الله عن تجاوزات ترتكب في حقه.